المانع ذا شوف أمر جعله الشارع حائلا دون تحقق السبب. إذا جيم السبب الذي حبس هذه فريني دون تحقق السبب. المانع أمر جعله الشارع حائلا دون تحقق السبب أو الحكم. مثلا شخص يعني لا قدر الله قتل والده قتل أباه، هل يرث؟ لا يرث لوجود المانع رغم وجود السبب. من سبب أن يتعطل القرابة سبب لانتقال الميراث. القرابة يعني القرابة ما هي أنواع القرابة إلا الأبوة إلا البنوة إلا الأخوة إلا العمومة وقلقيك أثني جمع سيم بول الجهة. الجهة أربعة: أبوة بنوة أخوة عمومة. صافي. وكان سبب آخر اللي هو الزوجية ثمتوثة ورثة رقز رقز ورثة طيغة. ذا شو السبب؟ ماشي ذا القرابة، الزوجية ثمتوثيس نمس فهم. طيب ذا الشريعة عطل السبب باقي السكس اللي فينس يعطله المانع، لأن المانع حائل. إذن تعريف المانع أمر جعله الشارع حائلا للسبب، فالسبب لا يمكن أن يتحقق والحكم ولا يمكن أن يتحقق لوجود الحائل. وكذلك كما قلنا في لذلك الوارث إذا قتل مورثه رغم وجود السبب وهو يعني القرابة ولكن يخرج من دائرة الورثة. لماذا؟ لوجود المانع. وكذلك ما ذكرناه بشرط أن يكون القتل عمديا من كل نقطة نعم دزطة مسلمة شديني سهلا أنك الشام. ما هو المانع المقصود؟ القتل هو القتل العمدي العدواني ماشي ليجيتيم ديفونس، مو ماشي القتل الخطأ. ممكن يولي طفلان كحال حتى يتسقيض من بعد يحبس بافاس يموت من بعد، هذه ورث قتل خطأ. وكنطبقوا عليه الآية 92 من سورة النساء أنعمه. أم بعد نسيول القانون القانون 84/11 الارتيكل 135 إذا قصد نسيول باش ننظر يسكت وفق شرعي ثم وفق قرار. والمانع واش قال المصنف؟ الوصف الوجودي، وصف وجودي، لأن هذا الوصف قد يكون منعدما. كاين ما يسمى في جريمة الإقدام وجريمة الإحجام، بمعنى ما يوني ولا جروذ أي لحوم على الكانون إيجاز أبري راوك شوشين يسكي مسؤول لخاطر مسؤول. بارك الله فيك يا شيخ صحيت نغير بعيد شريف فديون لكسيدون قفريد فديون صافي. وإلى قارئ معناتها كين الإقدام وكين إحجام. جرائم الإقدام بفعل وجودي قد تتحقق الجريمة بتصرف سلبي، لتشوف إنسان مثلا معرض للخطر وتتخلى عنه فبالتالي فأنت مسؤول. المانع الوصف الوجودي الظاهر، الظاهر معنى الواضح لا غموض فيه. المنضبط، منضبط نفتح قوس العلماء كي داروا تعريف العلة في القياس. ما معنى تعريف القياس كمصدر من مصادر تشريع؟ إلحاق أمر بأمر آخر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في العلة. ما معنى العلة؟ الوصف الظاهر المناسب المنضبط المناسب للحكم. لو كان نقول لك مثلا السفر يعني يوم ما يلا سلام كل فتواقي اللي عبدا مسافر يجوز باش هذيك السفر تظل فيس وهذه شهر رمضان، ولكن ليس شروطك السفر
يكون سفر طاعة، يكون مسافة معينة، شحال كيلومترات يا خكا. ولكن كذا سيولا كيني سمحي أمشي عجبا شهر رمضان، أمشي تصلي ثلاث ركعات دوغان تسنات وكذا قصر رباعية، وسنت طوموبيل كليماتيزي نلط الكار ما كذا زيش ملح في الغمنوي. السفر هو وصف منضبط، ولكن المشقة خطر زعما ديال المشقة دي جميل المشقة لا ولا خطر تيكون ولا خاصها تروح في الزيلة ولا تروح في الفافور في لافيون لا القلقة لونكواس والستريس عندي خوص انا وكي خوص صار كان مسوفار تفضلك سورتو يسافر بزاف دائما مقلق دائما معلش بلا ما ندخل في هذه. ولكن قولوا العلة ماهيش المشقة، لأن المشقة تختلف من إنسان إلى إنسان وتختلف من وسيلة إلى وسيلة. إذا ما ضرحنا عشرة سين ريزيستين ويظهر ريزيستين أنا كل يوم ريزيستون سينس يوني زمري فاذ يوني رزمير أنا يوني زمري اللاز يوني رزمير أنا ذاغ الوسائل إلى آخر من حيث السرعة من حيث الجودة إلى فبالتالي إذن هنا المانع قالك الوصف الوجودي الظاهر يعني الواضح الذي لا غمض فيه المنضبط. وبعدين المعرف نقيض الحكم كالأبوة في القصاص مشكلة معنى لقي بشغ ديني المانع. القصص معروف القرآن الكريم في النظام العقابي الشرعي كين الحدود كين القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وبعدين كين تعزيرات، تعزيرات هي جرائم ومخالفات شرعية نص الشرع على ذلك أعطلها هذا الوصف، ولكن ترك تحديد العقوبة لولي الأمر أو للقاضي ليرتب العقوبة أو ليحكم بالعقوبة المناسبة للجريمة المرتكبة أخذا في الحسبان طبيعة الجرم وطبيعة الفاعل أيضا والظروف المخففة لسيركونسونساتيون إلى غير ذلك من الأمور. لذلك الأبوة أيضا لا سمح الله إذا كان الإبن مثلا الأب قتل ابنه فيمنع القصاص. طبعا هذه أيضا عندها مباحث مدققة في الجانب الجنائي يعني في الفقه الجنائي الإسلامي إن شاء الله سيأتي البيان في كلها مقدمات كتاب جمع الجوامع كما قلت لكم إخواني من أعظم كتب الأصول ما رجحناهاش بسهولة على الورقات الجويني وعلى مختصر ابن حجر ماشي هكذا برك. وسوف تلاحظون إن شاء الله في مستقبل الحلقات المجالس العلمية القادمة نجيبوا شوية من الورقات شوية من مختصر ابن حاجب ونديروا كتاب البيضاوي ونرجعوا إلى الرسالة الإمام الشافعي ونرجعوا للكتب المعاصرة أيضا باش ننظر كتاب الجوامع جمع الجوامع حقيقة ظلا كرامي غدي السفر الله يبارك خلاصة مركزة غنية جدا من 100 مصنف كما قال المصنف في مقدمة مصنفه. وبعدين واش يقول